وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية صف لنا، لديك الأجواء في مهرجان العالمين وماذا عن الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية أيضا؟ تحياتي لك دينا وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذه الفعاليات المستمرة من رياضية، ثقافية، فنية، كل يوم تختلف من مكان لآخر وتتنوع أيضا على مدار الأيام حتى نهاية هذا المهرجان. إذا تحدثنا على ربما الفعاليات الرياضية وهي من أبرز الفعاليات التي تطل على الشاطئ مباشرة، نتحدث عن كرة السلة، نتحدث عن كرة القدم، نتحدث أيضا عن كرة الطائرة، تستمر في نهاية هذا الأسبوع. وبالطبع يعني يتم التركيز هذه المرة على يعني أبطالنا من ذوي الهمم الذين سيتواجدون في ملعب كرة القدم. ذوي الهمم ستكون هناك بطولة لهم في نهاية هذا الأسبوع، بالإضافة أيضا لاستمرار البطولة الشاطئية لكرة الطائرة التي بالطبع تلعب على الرمال على الشاطئ مباشرة، فضلا عن استمرار أيضا بطولة كرة السلة. تأتي هذه بالطبع الفعاليات في نهاية كل أسبوع من مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، بالإضافة أيضا لاستمرار الفعاليات الثقافية والترفيهية. فالسيرك القومي أيضا له تقريبا يوم أو يومان في الأسبوع يتحرك بهما في الممشى السياحي ويقوم بعروض مختلفة من للأطفال وللكبار على سبيل المثال، مثل فرق الإسماعيلية وتحديدا فرقة السمسمية وأيضا الفرق الساحلية التي تمثل أيضا بورسعيد وغيرها من المحافظات الساحلية، تقوم بعروض مختلفة، بعروض رقصات تراثية تعبر عن هوية كل محافظة على الممشى السياحي يستمتع بها الكبار والصغار. أيضا الأطفال لهم يعني نصيب من هذه الحفلات، منها بالطبع الاحتفال أو يعني اللعب مع السيرك والساحر وغيرها من الفعاليات الترفيهية المختلفة للأطفال على الممشى السياحي. بالإضافة لذلك أيضا استمرار المسرحيات في المسرح الجديد الذي تم إنشاؤه في المنطقة الترفيهية، ونحن بانتظار بالطبع في نهاية الأسبوع مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز، وكنا قد شهدنا في نهاية الأسبوع الماضي يعني مسرحية الشهرة للمخرج الكبير كبير خالد جلال. هذه المسرحيات تستمر أسبوعيا تقريبا، فضلا عن المسرحيات أو الفنيات المختلفة أو العروض المختلفة التي تقام بالفعل في المسرح الروماني، ومنها بالطبع فرق غنائية، فرق موسيقية، وفي انتظار هذا الأسبوع أيضا فرق كورال الجامعات، وأيضا يؤكد على الاهتمام المباشر بالطلاب، إما كورال الجامعات للمشاركة في المسرح الروماني أو الرحلات اليومية للطلاب التي تأتي من وزارة الشباب والرياضة إلى الممشى السياحي وغيرها أيضا من الحفلات الفنية التي تقام في اليو أرينا، وفي انتظار في نهاية الأسبوع أيضا الحفل الخاص بالنجم عمرو دياب. نعم، الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.